يجب على المسلم أن يسلك طريق الحق، وكل يدعي أنه على الحق، وكل حزب يبين أنه هو على الحق، ولكن هناك أمور يجب على المسلم أن يعرفها. أولا أن الحق قديم، أن الحق قديم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحق واحد فقط، والباطل كثير متعدد. دل على ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فجعل النور واحدا والظلمات كثيرة جدا. قال الإمام ابن القيم: فوحد النور وعدد الظلمة، وهذا دليل على أن الحق واحد فقط وأن الباطل كثير متعدد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق، في حديث الافتراق قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو قال ملة، كلها في النار إلا واحدة. فدل على أن الحق واحد وقديم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم أي على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل جماعة وكل فرقة وكل حزب خرجت بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي على ضلالة، فقد يكون ضلالها كثيرا وقد يكون ضلالها قليلا. فأقل جماعة عندها ضلال فهي ليست على الحق، يعني أقل أحوالها أنها ليست على الحق، والحق واحد فقط. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زكى قرنه وزكى قرن التابعين، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والراوي شك هل قالها مرتين أو قالها مرة، يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن طريق محمد بن عجلان: خير الناس قرني ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر، أي الذين جاءوا على آثارهم. إذن الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه أئمة التابعين رحمهم الله تعالى.